يستيقظ سكان العاصمة بغداد منذ نحو أسبوع على دخان كثيف يغطي مناطق واسعة منها، يعكر أجواء شهر رمضان وراحة المواطنين، ويتسبب بحالات اختناق لمن يعاني الحساسية وأمراض الربو. السبب وراء هذا الدخان الكثيف هو حرق النفايات في معسكر الرشيد من قبل أمانة بغداد. دعونا نتابع. شهود عيان أكدوا أن مصدر الدخان الذي وصل إلى مناطق شارع فلسطين وشارع الرشيد والكرادة والزعفرانية هو معسكر الرشيد، حيث تشرف أمانة بغداد هناك على حرق النفايات ليلا منذ أيام. دعونا نتابع لقطات مصورة من الزعفرانية لما يحصل في معسكر الرشيد. وين مسؤولين الزعفرانية؟ وين الشرفاء؟ هاي هسه الساعة ب 12:15 وهذا الدخان والنيران داخل معسكر رشيد. إلى متى راح نبقى هيجي؟ مو الناس تسممت، الناس ماتت من وراء الدخان. معقولة هسه ما حد يشوف هاي الكارثة اللي تصير بالزعفرانية؟ هذا من المستفاد بيها؟ من اللي ياخذ فلوس؟ من اللي يسوي؟